معكم الباحث أحمد السلماني، وكذلك المعالج بالأعشاب والحجامة، الأعشاب الطبية والعطرية والحجامة ولسع النحل، متخصص في التدليك بالشياتسو، وكذلك التدليك بالزيوت العطرية وكذلك الزيوت النباتية. حقيقة في الآونة الأخيرة أن يعني المجتمع المغربي بدأ يعني الآن يبحث عن 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 البديل، أو ما يسمى بالطب الأعشاب، أو ما نسميه كذلك بالعلاج المتكامل أو العلاج الشمولي. لأن كلمة الطب يعني كان نحاول ما أمكن أن نبتعد عنها، بحكم أن كلمة الطب هي كلمة تشمل مجموعة من المفاهيم اللي حقيقة طبيب درس عدة سنوات في كلية خاصة بالطب، وكلية خاصة بالطب البشري والتشريحي إلى غير ذلك. فلهذا فالمجتمع المغربي الآن بدأ يبحث عن البديل، أو ما نسميه بالعلاج الشمولي المتكامل المنبثق من التقاليد والعادات القديمة اللي كانت عند أجدادنا وكانت عند الآباء ديالنا في الماضي. حقيقة في الآونة الأخيرة بدينا كنشوفوا مجموعة من المتعاطين للعلاج بالأعشاب والعلاج بالحجامة إلى غير ذلك، يعني واحد مجموعة من الناس ومجموعة من المحلات ومجموعة من المراكز فتحت في هذا الموضوع. وهذا في حقيقة في حد ذاته هي مشكلة أساسية ومشكلة خطيرة بالنسبة للناس المستهلكين، لأن يعني احنا مش نتكلموا على المستهلك، كنتكلموا على المريض، وكنتكلموا على المجتمع، على 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 على, على الصحة، فاحنا كنتكلموا على الناس اللي كيخدموا في هذا الميدان ديال العلاج بالأعشاب، شنا هي كفاءتهم وشنا هي دورهم في هذا، يعني كما تنقولوا تطعيم هذا المجال ديال العلاج بالأعشاب. للأسف أنه الآن هاد المتشدقين أو هاد الناس اللي هما من هب ودب صار يأخذ دورة أو دورتين ثم ينسب إلى نفسه طبيبا بالأعشاب، هاد كلمة طبيب أصلا اللي كي أداة هذا كيتسمى نصب واحتيال، وكيتسمى تضليل، وكيتسمى كذلك افتراء على مهنة أصلا هي مهنة شريفة، مهنة ينظمها القانون، كلمة طب. نحن لا نسمي أنفسنا أطباء ولا نسمي أنفسنا دكاترة، وإنما فقط نسمي أنفسنا معالجين بالأعشاب. وهذه كلمة معالجين بالأعشاب كذلك لها مفهوم، وكذلك لها احتراماتها، ولها يعني كما تنقولوا قوتها. لأن ملي تنقولوا العلاج بالأعشاب لا تنقولوا شي حاجة اللي هي إما أنك تؤذي ناس أو إما أنك تنفع ناس. إذا الناس اللي كيتعاطوا دابا الآن هذا المجال ديال العلاج بالأعشاب واللي كيسبوا لنا حقيقة حنا مشاكل، يعني حنا اللي درسناش الأعشاب واحد سنوات وسنوات وسنوات، كنلقاو اننا حنا في مشاكل، بداو الناس يفقدوا فينا الثقه. علاش؟ لانه بسبب واحد الشخص عطى خلطه، عطى وصفه، عطى ما عرفش شنو دار، سبات تسمم، سبات عاهه، سبات مشكله، سبات حاجه لمريض ما. وحنا كنعرفوا بالنسبه للمريض مسكين، الا قلتي لي بان خذ ما عرفتش غادي تاخذ ولا غادي تصح، راه غادي صح. وخصوصا ان هؤلاء الناس تعطيو واحد، يعني عندهم ما غادي نقولش مصمصره، وانما غادي نقول واحد ناس اللي كيخدموا لهم بالترويج هاد الامور ديالهم عن طريق الكلام، وعن طريق اكثر اشهار بالنسبه لهؤلاء الناس هي طريق بوشاغاي، يعني الناس كيبداو يتكلموا حتى كتوقع ما لا يحمد عقباه. فكرة قناتي على اليوتيوب هي فكرة من أجل تصحيح واحد مجموعة تاع المفاهيم. حقيقة أنا بالنسبة لي القناة ديالي في اليوتيوب هي قناة كما تنقول نسميها اضحك ونشط واستفد معنا. علاش؟ لأن هذه القناة هذه جعلتها من أجل تصحيح واحد مجموعة تاع الأخطاء اللي كيرتكبوها الناس في صحتهم. يعني ملي تنجي كنهضر مثلا على تجميل المرأة من حيث الفورمة تاعتها ولا في هذا، كتلقى بأن العيالات كثير اللي استعملوا واحد مجموعة تاع المكونات وخرج لهم الدود، وقعت لهم مشاكل وكوارث عظمى، وراء ربما المواقع ديال المواقع الالكترونيه وكذلك الصحافه الالكترونيه عندهم واحد مجموعه تاع الناس اللي وقعت لهم هذه المشاكل، خصوصا النساء. بالنسبه لقناتنا او القناه اللي عندي، انا درتها من اجل ماذا؟ من اجل التصحيح. انا بغيت نصحح مفاهيم كثيره في التعاطي للاعشاب والتعاطي للتجميل بالاعشاب. هو سيف ذو حدين،
هذا التعاطي الأعشاب للعلاج بالأعشاب سيف ذو حدين، إما أنه سيف قاطع غادي يؤدي بصحة يؤدي صحة الناس، وإما أنه سيف سينفع صحة الناس. هذا هو الإشكال اللي علاش أنا درت هذه القناة. أنا أول حاجة ملي تنشوف هي الناس ملي تيجيو عندنا هنا المركز أو ما تيقول لي أنا جيت عن طريق أنني شفتك في اليوتيوب أو شفت الوصفة ديالتك في اليوتيوب وجربتها وعطاتني واحد النتيجة وجيت بغيت نزيد نكمل، فكتلقى أن هاد الناس مساكن يعني صراحة كيدخلوا لك السرور، كيدخلوا لك الفرحة بأنك أنت راه درتي واحد الحاجة اللي هي نافعة لهؤلاء الناس، يعني درتي لهم شي حاجة اللي نفعتهم، شي حاجة اللي ما لهذا، يعني ما تنقولوش كنوصلوا نوصلوا لدرجة المثال لانه من سابع المستحيلات انك توصل درجة المثالية، ولكن غير مني كتمشي وكتلقى مع واحد الشخص ولا كتلقى مع واحد الشخص وكتقول لك بانني انا راه تبعتك في اليوتيوب راه تبعت وصفة من الوصفات ديالك هذا وشكرا على انك كتضحك معايا كتقدم لي الوصفة بديك الطريقة وشكرا لانك كتبسط معنا في في في, 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 في الفيديو ديالك، فراه قبل ما كذا كتروج على نفوسنا وكتروح علينا وبالتالي كتستافدوا، لان اغلبية المرضى ديالنا باش نكونوا واضحين أغلبية المرضى ديالنا هما مرضى اللي خصك تلمس لهم الجانب النفساني، لأن كاين مرضى ضغوطات نفسية، كاين ضغوطات الحياة، كاين ضغوطات ضغوطات العمل، ضغوطات هذا، فأنا حاولت نخرج من ذاك الواقع ديال الأكاديمي، نخرج من مسألة أكاديمية إلى مسألة تبسيط الوصفة وإعطائها بأسلوب مرح اللي يخلي كاع الآخرين يدخلوا بشوية الفرحة والسرور. والحقيقة أنا استغرب، وأنا صراحة أنا غادي نتكلم بكل صدق، يعني ما سمعته مؤخرا حول وجود عشبة قاهرة قاتلة خطيرة لفيروس، حتى أنه ما تسموهش فيروس وإنما تسموه مرض، وهو راه فيروس من فيروس كورونا 2019 ظهر، وأصلا هذا الفيروس هذا ظهر في 2012 بالضبط في دولة السعودية. ليش؟ لأن هذا الفيروس موجود معنا، موجود ويعيش مع على الحيوانات، يعيش على الخفافيش ويعيش على الجمال. هنا غادي نجي وغادي تقول لي بأن الناس في السعودية في الخفافيش ما كاينش في السعودية، كاينين في الصين، كاين في السعودية كاين عندنا الجمال. حقا أن في السعودية 2012 ظهرت فيها هذا الفيروس، ولحد الساعة من ذلك الحين والأبحاث قائمة على أقدم وساق من أجل معرفة حتى الخارطة البيولوجية لهذا الفيروس، اللي اصلا عندما يتسرب الى جسم الانسان او يتسرب الى جسم الحيوان يغير من 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 خارطته، يعني في الواقع انه لما تيكون خارج الجسم تيكون بواحد الشكل اخر، وملي كيدخل الى الجسم تيغير الجسم تاع يعني الخارطه ديالته، وبالتالي يسوء فهمه من طرف المناعه، فياتي احد الناس ويقول بانه انا وجدت عشبه او وجدت ورده او وجدت ما عرفتش وانها ماشي في المغرب وانها كذا، وانا راه كتعطي واحد النتيجه وانني نبرك 20 يوم مع المريض وكذا الى غير ذلك، فهذه كلها تضليل وهذا كله خطير. هنا ملي نجيو نهضروا على الموضوع ديال فيروس كورونا هو فيروس اللي كيهجم من المناعة، كيهجم على جسم الإنسان، كيهجم على الجهاز التنفسي، اللي أصلا إحنا كمغاربة وإحنا كمجتمع كامل، يعني المجتمع الإسلامي والمجتمع العربي والمجتمع الدولي كامل كاين فيه خلل. خلل فين كاين؟ خلل كاين في النمط الغذائي اللي إحنا كنعتمد عليه واللي إحنا كنتعاطوا ليه. هذا هو الإشكال. باش يجينا إنسان ويقول لك بأن فيروس كورونا الآن لحد الساعة بقى من 2012 بقى الآن الأبحاث جارية على قدم وساق، والمنظمة العالمية للصحة تصرف أموالا طائلة من أجل فهم الميكانيزمات عمل هذا الفيروس، ونتكلموا على أننا راكين عندنا واحد الوصفة اللي أو لا واحد العشبة اللي غادا تقضي على الفيروس بعد ما كيتسرب إلى الجسم تاع الإنسان، فهذا لا أظن أنه في الصواب، وهذا يعني أعتبره تضليلا وأعتبره ضحكا على دقون المغاربة وضحك على دقون الناس اللي كيفهموا المجال هذا. ما فيروس كورونا فيروس هو اللي خاصنا نحتاطوا عليه قبل من اننا نوصلوا حقيقه. استاذ انا صراحه انا عطوني 100 درهم، عطوني 100 درهم وانا معكم، ونعطيك الزعفران الحر، نعطيك الزعفران الحر اللي موجود اصلا. ابو قراط رحمه الله، ابو قراط حنا غادي نرجعوا دابا الان للطب القديم، ابو قراط كيقول لك داووا مرضاكم بتراب ارضكم او بعشبه ارضكم،
يعني ملي غادي نجي وغادي نقول بان عشبه اللوتس هي دي العشبه اللي كيتكلموا على هاد الناس، عشبه اللوتس، هاد العشبه اللوتس، وكنتمنى ان موقعكم يحط هاد العشبه امام الناس ويشوفوها ويعرفوها. هذه ورده اللوتس، هاد ورده اللوتس موجوده في الصين وموجوده في السعوديه، يعني مشتركين. سبحان المدينه التي انتشر فيها وباء ديال فيروس كورونا هي تمتاز بهذه العشبه، ونفس المدينه اللي تصابت بها السعوديه في 2012 عندهم نفس العشبه. هذه العشبه هي سميتها عشبه او ورده اللوتس. لكل بلد، لكل وطن زهره وعشبه يعتز بها ويفتخر بها. نحن نفتخر بالزعفران ونعتز بوجود الزعفران في دوله المملكه المغربيه، والزعفران يحتوي على الفيتامين سي. اذا هذا الفيروس كورونا يحتاج للقضاء عليه الى فيتامين سي، وهذه منظمه العالميه للصحه ان تنصح الناس بتعاطيهم للفيتامين سي. اذا فيتامين سي اشنا هو الدور ديالو؟ فيتامين سي والدور ديالو انه تقوي لنا المناعه، الدور ديالو انه تنظف لنا الجسم من هذا. ثاني شيء انه يدعم عمل المناعه. اذا فأهون علينا أننا نأخذ غرام ديال 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 الزعفران الحر ب30 درهم ب50 درهم يغلى تيعيا. غرام ديال الزعفران يوصل 100 درهم سينفع نفعا شاملا لأهل البيت كاملة، لأنه هذا الغرام ديال الزعفران. وشوف الناس ديال الصحراء وشوف الناس اللي كيشربوا اللي متعاطين الزعفران واللي كيشربوا الزعفران كيفاش دايره المناعة ديالتهم وكيفاش دايره القوة ديالتهم وكيفاش دايره الصحة ديالتهم. إذا نتداوى بتراب ارضنا افضل من انني نعطي 500 مليون وانا عارف شنو هي العشبه اللي هي عشبه اللوتس واللي غادي نبقى نتكلم عليها وندير عليها ضجه عالميه. في الاخير لن تعطي نتيجه ولن تصل الى نتيجه، لاننا نحن ليست بيئتنا هي بيئه السعوديه، وليست بيئتنا هي بيئه الصينيين، وليست اعشابنا هي اعشاب السعوديه، وليست اعشابنا هي اعشاب الصينيه. اذا فعلا مثلا نتكلموا على بعض الاعشاب اللي هي مشتركه بين الدول كامله، غادي نتكلموا على مثلا السبيرولينا. غادي نقولوا سبيرولينا لانها غنيه بزاف بالمعادن، غنيه بزاف بالفيتامين. اذا هذا السبيرولينا راه ماشي حتى مرض بنادم على نقول اجي ناكل لك سبيرولينا باش تدعم لي المناعه. واش بنادم نهار كامل هو كيضرب في الوجبات السريعه، وبنادم نهار كامل هو تيضرب في النكهات، والنهار كامل هو تيضرب في الملونات، والمناعه تضعف 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 تضعف، ونهار اللي هجمها فيروس. ماشي هي فيروس كورونا استاذي الفضل، ماشي هي فيروس كورونا، ممكن انه اي نوع، اي نوع من الانفلونزا، اي الزكام، اي الزكام يقضي في كل سنه على عدد كبير من ارواح ديال الاطفال وارواح ديال 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 ديال, ديال, ديال الشيوخ. اذا الاشكاليه فين كاينه هو اننا لازم نوعاو بماذا ندخل الى افواهنا والى معدتنا. وقول الله سبحانه وتعالى صريح في هذا الامر، فلينظر الانسان الى طعامه، يعني امر الهي، امر بدا ربي سبحانه وتعالى قبل ما يقول لك كل، قال لك كل فلينظر الانسان الى طعامه، ثم كلوا من طيبات ما رزقناكم، ماشي من طيبات ما هلكناكم بها، لان هذاك الشيء اللي كناكلوه هو السبب اللي يعني يضعف، اما انه يقوي مناعتنا واما انه يضعف مناعتنا، لا اقل ولا اكثر. ولا توجد عشبه سحريه، ولا توجد عشبه قويه، ولا توجد العشبه ب 500 مليون كما قلت لكم، اجي وعطونا 100 درهم في علاش لا. صراحة احنا كنا في العربية لما كنا في البادية كنا كنشوفوا واحد الوقيتة واحد الفترة الغنم عندنا والنعاج والبهيم وهذا كيبدا يجيهم فوقيتة الدخول ديال فصل الشتاء او تغير الفصول، كيبداو يتصابوا بداك الزكام، لان حتى الماشية تتصاب بالزكام، حتى الماشية هي تتهجم على الفيروسات، وهذوك الفيروسات هي اللي كتنتقل للانسان اما عن طريق الاكل واما عن طريق الملامسة. كنا هذيك الساعة كنا كنشوفوا والدينا كيجيبوا داك الكاليبتوس، وراقة الكاليبتوس والجار ديال الكاليبتوس، وتيحرقوه في الزريبة، تيحرقوه في الاسطبلات. علاش؟ لأن حقيقة أوراق الكاليبتوس من أقوى منظفات ومطهرات الجو، تبخيرا وكذلك حتى استعمالا للزيت الأساسي للأوكاليبتوس. إذن الزيت الأساسي للأوكاليبتوس هو منظف عام ورائع وقوي للجو، خصوصا في البيوت ديالنا. واش أنا غادي نمشي نجيب مثلا شجر ديال الأوكاليبتوس وراق ديال الأوكاليبتوس وغادي نبخر بها الدار؟
هي ما فيهاش عيب، ما فيهاش مشكل، نقدر نبخر لانني غنحمي غير من دخول الفيروس ومن انتقال العدوى من شخص الى شخص اخر، لان الفيروس او البكتيريا كتنتقل عبر الهواء. اذا كاين هناك عندنا مثلا شجره الكاليبتوس، وعندنا واحد الشجره واللي هي مهمه ورائعه جدا واللي متواجده في المناطق الشماليه، وهي شجره سيدنا موسى. فهاد الورق او الرند او الغاء او الغار، هذه من اوراقها الرائعه، من عجائب اوراقها انها ملطفه ومطهره للجو ومنقيه للجو، فما فيها باس اننا نستعملهم، ولا استعملنا الويليسونسيا ديالهم او الزيوت الاساسيه ديالهم، فهي اكثر وقايه وحمايه، اما علاجا فما يصح الا الصحيح. اول حاجه غادي نقولها لهم، نقول للناس اللي متبعين على قناتنا ولا للناس المجتمع، اولا غادي نتكلم على مع المجتمع المغربي ونتكلم مع المغاربه. خوتي خواتاتي، انصحكم بتنظيف ثلاجاتكم قبل ما تقلب على انك تحارب فيروس كورونا. قلب على انك اولا تدعم مناعتك، تقوي مناعتك بالابتعاد الكلي عن جميع المعلبات، عن جميع الملونات، عن جميع المضافات والنكهات التي تضاف الى اغذيتنا والى ما نشتريه باموالنا، وكذلك الابتعاد عن الافراط في استعمالات الاجهزه الالكترونيه، لانها اكثر قاتله للمناعه واكثر مضاعفه للمناعه. واحد 24 ساعه هو كيشد التليفون ما تطلقوش، فكيفاش ما تكون المناعه ديالته قويه؟ اذا هذه نصيحتي لكل المتابعين ولكل الاسر المغربيه.